السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم طوطه ديال الشكلاط، جات كتحمق معلكه ولذيذه، مذاقها خطير وتذوب في الفم بدون خماره ولا زيت. اذا فقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر الجرس لكم كل جديد، كذلك تضغطوا على زر الاعجاب اذا نال اعجابكم هذا الفيديو، تخلوا لي تعليق باسفل الفيديو وتابعوني على الانستغرام كنحط في الوصفات اليوميه ديالي. نخليكم مع مقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمقادير فغنحتاجو 4 البيضات، غنحتاجو 125 غرام مسكه سنيده او السكر الخشن، 75 غرام الدقيق الابيض الممتاز، 125 غرام الزبده من النوع الجيد، و250 غرام الشوكولات الممتاز. اذا انا استعملت النوع ديال الشوكولات عادي، يمكنكم تستعملو الشوكولات الممتاز اللي قيمه الكاكاو فيه مرتفعه. اذا بالنسبه لطريقه التحضير فغندوبو الشوكولات ديالنا فوق حمام مريم، اذا بعد ما داب شويه مازال في طريفات ديال الشوكولا ولكن غيذوبوا لان من تحت منه طنجره فيها مغالي، وغنضيفوا عليه الزبده وغنخلطوهم جيدا حتى تذوب لينا الزبده ديالنا. دا كما كتشوفوا معايا اذا كنبقاو نخلطو حتى كدوب الزبده. وغنوضعوه جانب، اذا في اناء هنفرزو البيض ابيض البيض عن اصفر البيض. دا كما كتشوفوا معايا ابيض البيض، فغنضربوه جيدا بالضرب الكهربائي وغنضيفو عليه السكر الخشن او السكر سنيده حتى يجي اللون ديالو ابيض وتضاعف الحجم ديالو ويتماسك. دا كما كتشوفوا معايا بالطريقه هادي، وغنضيفو السكر ديالنا تدريجيا. دا كيما كتشوفوا معايا من بعد ما ضربناه جيدا كما كتشوفوا معايا وصبح متماسك، غنوضعو جانبان وغندوزو الاصفر البيض.
إذا بالنسبة لأسفل البيض فغندربوه بالدرب اليدوي. وغنضيفوا عليه الشوكولا اللي ذوبناها مع الزبدة. كما كتشوفوا معايا ها هي، غنضيفوها على اسفل البيض. بالطريقة هذه. وغنخلطو بالدراب اليدوي. وغنضيفو الطحين او الدقيق. يكون مغربل كما كتشوفوا معايا. اذا واخا يجيكم العجين جاري ما تزيدوش الكميه ديال الدقيق لانها مضبوطه. واخا تبان ليكم جاريه وغنضيفو ابيض البيض. اذا غنضيفو تدريجيا كما كتشوفوا معايا وغنخلطو. كما كتشوفوا معايا إذن ونخلطوها جيدا حتى يندمجوا مع بعض. كما كتشوفوا كنخلطوا من الأسفل إلى الأعلى باش يبقى الحجم ديال العجين ديالنا توازن، ما يخرج داك الهواء اللي دخلنا. اذا بالنسبه للاناء اللي غندخلوه الفران فغنديروا من تحت منه كاغيط ديال الفران. الا ما كانش عندكم فيمكن لكم دهنوها بالزبده، شويه ديال الزبده وشويه ديال الطحين. فاحنا وضعنا الاناء اللي غندخلوه الفران، درنا من تحته واحد الطبسيل باش تطب على خاطرها. وغنبداو ندخلوا العجين ديالنا في الاناء اللي غندخلوه الفران. طبعا اذا غندخلوها تطيب. فبالنسبه للفران ديال الضو فغندخلوها على 180 درجه ومده 45 دقيقه. الفران ديال الغاز غنديروها من الفوق حتى نحسوا بها بدات كتقصح من شويه شويه، وعاد نهبطوها لتحت فهي تاي 45 دقيقه على نار هادئه. ومن بعد غنرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم.
اذا هكا جات كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. اذا بالنسبه لطريقه التزيين فخدينا الطاي ديال القاعه ديال الكونفيتير ديال المناضال اللي سيدي عليه اللي بغيتوم كلكم تستعملوا اللي بغيتوم كلكم تستعملوا وريقات ديال النعناع وريقات ديال الشجر. فاحنا عطيناكم فقط فكره للتزيين. اذا غنخليهم فوق من الطقطه ديالنا متفرقين كما كتشوفوا معايا وغندردروا فوق منهم سكر كلاصي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم كما كتشوفوا كتجي غزاله وسهله وسريعه التحضير. فنتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله والى اللقاء.